اوكي انا اصلا ما متاكد اذا انتم شايفينه yeah. بس انا حاليا بستوكهولم بعاصمة السويد رايحين على باخره اضاءة بس دخيل الله حركب باخره وحنقعد فيها 24 ساعه بس هنا هلا على الطريق للباخره اوكي احنا حاليا قاعدين ما مبين بس احنا قاعدين ببرجر كينج ماشي عليكم ها هاي قاعدين ببرجر كينج فسنة بتسلم مرحبا ف لحمي فنحن هلا قاعدين انا وياه علشان احنا نحجز الطاوله عم نستنى اهلنا عشان هنا يطلبوا جوا احنا هلا حاليا بكنيسه شكل كنيسه مشهوره صارت ما بعرف عنها صراحه بتذكرني كثير بقصر فرساي بفرنسا شوفوا اوكي بينما احنا هلا خلصنا من الكنيسه احنا هلا رايحين على السياره ومفروض نروح على السياره علشان نروح على السفينه حنقضي 24 ساعه بهاي الباخره ف حيكون يومنا يوم حلو هاي السفينه ماشي وهون وين السياره وين السياره وين السياره هاي السياره اوكي هنا مستنى يعني في بريك هلا عشان انه هو شايفين طابور السيارات قديش انه فهاي الفيو تبعنا قدامنا ونحن عم نستنى هلا علشان نحن نوصل للسفينة. اوكي هاي غرفتنا، يلا سامي. اوكي احسن من بلا، فوق بعض فوق بعض. بتعرف انه هاي لازم تكون بشباك على البحر؟ هاي لازم تكون شباك على البحر. اصلا عادي بس يلا، ساعدني شيلها ساعدني شيلها. اخيرا يسوا. عشان نحن الناس فاضية، دخلنا بالسوق اللي جوا شو اسمه؟ اللي جوا السفينة، وليكو خمر. بير بير احنا خالد احنا شو مدينا هون hey, hello, انا شو هذا كل قصد جامعتي نحن شو اللي نحن ليش هون ممكن نروح انا خايف والله الام ما كانت تشوف الفيديو اقسم بالله تقتلني انا ما انت يوم اثنين ثاني يوم بالسفينة انا هاي طلعت لي حبيها اظن انا بفنلندا ما بعرف اظن انا بفنلندا عشان السفينة كانت بتقول انه حناخذكم فنلندا وهيك بس نمنا هلا فقنا هلا الساعة 8 ونص اظن 8 ونص يا رب نفطر فطور مثل عالم الناس بس انا كثير جوعان